انا محمد رضا، اكلمكم على اتش او اتش. السنه دي اتش او اتش كانت قبل، يعني دي السنه الرابعه ليها في وجودها والسنه الثالثه ليها تنظيميا. الحمد لله السنه دي تقدمنا من 70 ممبر ل 150 ممبر. الحمد لله كان عندنا السنه اللي فاتت 3 بروجكت، السنه دي بقينا 5 بروجكت، اللي هم الانجليش كافيه والسكول سيشنز والتريننج سيشنز والاونلاين ماجازين والميديكال ورك شوبس. بنتطور السنه دي والحمد لله وصلنا لجامعه عين شمس. الحمد لله وصلنا السنه دي لجامعه القاهره، معانا ناس من تجاره، معانا ناس من اعلام، معانا ناس من اداب انجليش. الحمد لله بدانا نتوسع في ثالث سنه لينا، والنهارده عاملين يوم افتتاحي للسنه عشان نبتدي كل انشطتنا، نبتدي كل الايفنتس اللي هنعملها طول السنه، وربنا يكرمنا ان شاء الله.